أما حديث لعب الحبشة بحرابهم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح استدل به بعض الصوفية على جواز الرقص، لكن الجمهور كما قال قالوا مفرقين بين هذا اللعب بحرابهم أنه كان للتمرين باختلاف مقصد الصوفية، وبدليل أن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم اللعب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعهم. قال ابن حجر رحمه الله واللعب بالحراب ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو، ولذا كما نقل ابن حجر رحمه الله قال سماه لعبا وإن كان أصله التدريب على الحرب وهو من الجد لما فيه من شبه اللعب، لكنه ليس لعبا، لكن من حيث الصورة يشبه. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. قال وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، فدل هذا على أنه في يوم عيد، والمقصود من ذلك الاستعداد للجهاد. قلت فالمساجد يجب أن تصان عن مثل ما يدعى إليه من هذه الآراء، فالله جل وعلا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قلت وما ورد من لفظ يدل على رقص هؤلاء فإنه يشبه في التوجيه مثل ما قيل في اللعب، فصورة لعبهم رقص، ولكنه ليس هذا الرقص الذي يحث عليه أو تذهب إليه الصوفية أو يحث عليه أو يقال بجوازه مطلقا، بدليل أن عمر رضي الله عنه لما دخل أهوى إلى الحصباء يحصبهم بها فقال صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، وذلك لما فيه من المصلحة، مصلحة الجهاد، وليس الجواز مطلقا، لأنه يجوز في ما يتعلق بالجهاد وفي أمور الجهاد ما لا يجوز في غيره. ألم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الخيلاء في الحرب؟ ألم يرخص صلى الله عليه وآله وسلم في القيام على الجالس في الحرب؟ فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وليعلم أن النصوص الشرعية يجب أن يفهمها فهما واضحا لا يأتي بعقله ويدخل عقله فيها. وقد أعجبتني كلمات للحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ لما قال عن من يزعم أنه من أهل الحديث أو أنه يعرف الحديث، قال وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، فقد نصحتك. والقول قول الذهبي رحمه الله وهو حافظ، قال وقد نصحتك فعلم الحديث صلف، فأين علم الحديث وأين أهله، كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. سبحان الله، يعني توفي سنة 748 وبينه وبينه ما يقرب 700 سنة، فكيف لو رأى هؤلاء في هذا الزمن، فماذا عساه أن يقول رحمه الله.